النمطوية تحتلواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل نسجل باسم النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل. الرحمن الرحيم. الخليل الحضري عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل وكاتب جهوي وكاتب إقليمي بالإقليم اللي هو إقليم تطوان. احنا هذه الوقفة هذه كانت بيان مع الوقفة الإنذارية بعد ما طرقنا جميع الأبواب للمسؤولين الوزارة وما ينقل مسؤول الوزارة كنبداوها من المندوبية إلى الوزارة حدثها بالمراسلات وهنا طرقنا جميع الأبواب لكن بدون جزوة. وفي هذه الحالة ملي وقعنا في قله الادويه قله الموارد البشريه اللي هي خطيره لانه ولاتنا كونفرونطاسيون مع المواطنين اللي ما عرفوش الحقيقه الوضع، لهذا قررنا مبدئيا هذه الوقفه وستليها وقفات اخرى ان شاء الله. القايد احمد طبيب اختصاص انعاش التخدير الكاتب الاقليمي للنقابه المستقله لاطباء القطاع العام بتطوان. حنا هنا بعد ما البيان اللي اصدرناه اللي سميناه بيان تبرئه الذمه اللي وصلنا الراي العام وصلنا للمسؤولين الحاله المزريه اللي وصلت عليها المستشفى كنقوموا بهذه الوقفه احتجاجيه اللي في نفس الوقت انذاريه باش كنوصلوا نقولوا لهم حنا ما بقيناش قادين ما بقيناش راضيين على هذا المستوى اللي وصلنا له باش يوقفوا علينا الامداد بالادويه والمستلزمات ما بقيناش قادين نتكلفوا بهذا المرضى ما قادين راهي كتكرفصوا على الناس لان ما عندنا ما نديروهم ولينا غير كنطيبانيو وغير كنلبخوه هنا وهنا. فلذلك حنا كنقوموا بهذه الوقفه اللي هي انذاريه والى ما التبوا الى ما التفتش هذه الحكومه من هذا القطاع وتولي ترجع الفكره ديال هز اليد على 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 هذه الصحه وتفكر باللي راه المرضى كيموتوا بامراض بسيطه اللي يمكن داوها راه عاد نعلنوا على الاشكال النضاليه اللي غادي نقوموا بها. عزوز حسين عضو بالمكتب النقابة المستقلة للأطباء الصحة العمومية بتطوان. كنجيو في هذه الوقفة احتجاجية في إطار المسلسل النضالي المسطر من طرف النقابة الذي يهدف إلى بالدرجة الأولى تحسين الأوضاع العمل لأننا في هذه الحالة وصلنا لواحد المرحلة اللي هي مرحلة حاسمة وصلنا لظروف خطيرة جدا أن المريض ملي كيجي ما كيلقاش أدنى ظروف العلمية أو الشروط العلمية لاستقباله وكذلك للعلاج ما كنلقاوش الأدوية اللازمة لا في الحالات الخطيرة ولا في الحالات الغير الخطيرة. مستعجلات كنعانيو من خصاص مهول وكبير جدا في الأدوية. مصلحة الإنعاش هي الأدوية الأساسية واللي رخيصة ما كايناش فبالأحرى أدوية اللي غالية بحال ليزونتيبيوتيك بحال الميديكامون ديال الإنعاش. هذه الحالات هذه اللي ما بقيناش حنا قادين نصبروا عليها لأن حنا من الأول المواطن اللي كيجي كيعرفنا حنا اللي في الواجهة ما كيعرفش الوزير أو ما كيعرفش المسؤولين هما المسؤولين على هذا القطاع الحاله اللي وصلنا لها وكيعنف الاطر الصحيه كيعنف الطبيب كيعنف الممرض كيعنف كل ما كيلقى هنا لانه ما لقاش عندنا الادويه اللازمه. وحنا جينا هنا باش كنبينوا للمواطن بانه هذا الشيء ماشي بيدنا هذا الشيء هذا راه بيد الوزاره هي الا بغات تحسن من 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 الصحه خصها تعطي الميزانيه مزيانه خصها تدفع الادويه في الوقت المناسب خصها تجهز مستشفيات خصها تجهز بالاطر خصها تعطي التكوين المستمر. المهم بزاف ديال المطالب اللي جينا حنا هنايا كنبينوها للمواطن بانه احنا كنبرؤوا ذمتنا وهذه الحاله اللي وصلنا لها هي واحد الحاله خطيره جدا. لا اطور لا ادواء والسبيطار خويا خويا. السلام عليكم، معكم الدكتور سعيد العباري اخصائي في الانعاش والتخدير بالمستشفى الاقليمي بتطوان. اليوم جينا باش نديروا واحد صرخه لان للاسف المستشفى العمومي قريب يوصل للسكته القلبيه في ظل انعدام الادويه الحيويه والمستلزمات الطبيه اللازمه السير العادي لمصالح حيويه بحال مصلحه الانعاش والمستعجلات وحتى قاعات العمليه الاستعجاليه وحتى مصلحه الولاده خصاص مهول في الاطر التمريضيه وتعويضها بمتدربين اللي كيجيو كيدوزوا 3 شهور كيتعلموا واحد شويه من بعد كيمشيو كيجيو وحدين اخرين عاوتاني وهاد المتدربين كيخلصوهم جمعيات يعني فهمتي للاسف خدامين غير بالسعايه.
ثالث حاجه خصص في بعض الاختصاصات الطبيه بحال جراحه الدماغ والاعصاب اللي كانوا اربعه الاخصائيين ومشاو جوج مشاو جوج لان للاسف وزاره الصحه ما بقاتش مغريه بالنسبه للطبيب يعني لا تحفيزات لا ماديه ولا معنويه كيفاش بغيتي الطبيب هذا يصبر على هذا على التكرفيس المعاناه اليوميه قل انعدام الادويه والمستلزمات الطبيه وزيد عليها العنف الجسدي واللفظي اللي كيتلقاه الموظف في وزاره الصحه الطبيب والممرض الخصص في اختصاص جراحه الدماغ والاعصاب فهي اختصاص حيوي لانه للاسف في فصل الصيف كيكثروا الحوادث تصير والضحايا ديال الحوادث تصير منهم الناس اللي كيتصابوا في الدماغ فكيحتاجوا جراحات استعجاليه اللي ما كتسناش كل دقيقه عند 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 ضحيه حادث سير المصاب في الدماغ كل دقيقه النقصات كتنقص 10% من 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 احتمال العيش واحتمال العيش بدون مضاعفات. كنسالوا المسؤولين على فين مشات الميزانيه ديال الدواء ديال 2017 2018 اللي توصلنا ب 0% من 2017 2018 وكنتسالوا الوزن 50% ديال 2016 و 40% ديال 2014 و 20% ديال 2012 و 2013. حنا ما يمكنناش حنا باغيين نخدموا بلادنا ونزيدوا بالقطاع الصحه العمومي للقدام ولكن خاص الدوله والحكومه ووزاره الصحه توفر لنا الظروف اللازمه باش نقدروا نعالجوا المهم كيف يعقل انك تسير المستعجلات بدون الادويه بدون حتى المسائل ديال السيروم ما كاينينش فهمتي كيفاش بغيتي تسير مستعجلات وانعاش وقاعات العمليات بلا مضادات حيويه اللهم الا هذا المنكر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.